بتعرفي ليش غادة؟ بدي أقول لك شغلة، لأنه لازم يعني نقيب الممثلين اجى على بيتك على البيت، نقيب الممثلين السابق السينمائيين السابق استاذ اشرف زكي، اشرف زكي، واجوا مجموعه كمان كرمال يصير في صلحه، بس معظم الكاست راح لعنده على المستشفى لمحمد كرمال يطمنوا عليه ويكونوا حده. حسيتي بهالشيء ولا لازم يعملوا كده؟ طبعا. انت رحتي؟ ليش؟ إذا ما صار في اعتداء وهيك، لكن بتروحي بتقولي له إنه الحمد لله على سلامتك، وشو صار لك؟ وبك شيء وجيب لك شيء وعايز شيء؟ شو؟ ممكن رد علي طيب؟ أسألك سؤال. أنت سألتني سؤال، في رحتي؟ قلت لك لا. ما بدك تروحي كنت بقرار ذاتي؟